دفاع اقرب يسترجع كره بسهوله تامه المنتخب الغيني في ارتباك في خوف في تراجع من شارع منتخبنا. نابي 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 خطير. ماذا فعل بنا نابي؟ كيف نابي كيف تلاعب بدفاعاتنا؟ يتمكن من اختراق منتخبنا بسهوله تامه يراوغ نشنوش ويضع كره في المرمى. هذه البدايه لمنتخب غينيا واكيد القادم اصعب. نابي كيف بسهوله تامه كانه يعني كان في مرار كانه في نزهه تجاوز دفاعنا ووضع الكرة في المرمى. صعبة وصعبة جدا المباراة. والله قلت يعني من قبل فترة حتى لما كنت في ليبيا قلت لها مباراة غينيا صعبة وصعبة للغاية. وشفت هذا المنتخب أمام كوت ديفوار الله يستر إن شاء الله ما تكونش فاتورة ثقيلة اليوم في كوناكري. هدف أول عن طريق النجم نابي كيتا. نابي كيتا يتجاوز نشنوش ويضع الكرة في المرمى. تقدم لغينيا كوناكري 1-0. البداية الصعبة شفنا ارتباك من البداية. ونبي كيتا نبي كيتا أنا نبي واحد زي نبي كيتا في الروح الروح